الفقرة الأولى معانا، أنا بحب دايماً أتكلم عن النماذج أو النماذج للمرأة المصرية المختلفة الناجحة، فهو نموذج للمرأة المصرية الناجحة بس في مجالات مختلفة تحديداً في المجال الرياضي. هي عضو إدارة اتحاد الدارتس وكاتبة صحفية كمان في مختلف المجالات وفيمنست جداً. يعني خلينا نرحب بهبة عبد العزيز، عضو مجلس إدارة الدارتس والكاتبة الصحفية. بونجور. بونجور. صباح الهنا. صباح الفل. عفوا، ما تبي بتعملي انترفيو مع حد صديق ليكي فبتبقى أصعب. صباح الخير يا نهاوند. صباح النور والهنا يا هبه. طبعا انا وهبه اصدقاء يعني من سنين، وسعيده ان انت معانا النهارده. انا كمان مبسوطه. وكل مره بكتشف عنك حاجه جديده، يعني مره اكتشف عنها في لقاء انها فيمنست جدا وتعمل حاجات خاصه بالمراه، مره تانية اكتشف ان انت ليكي علاقه بالكتابه وتكتبي مقالات وحاجات لي علاقه شويه بالسياسه، وبعد كده دلوقتي رياضه ودارتس. خلينا نبدا يعني من هنا ونتعرف اكتر على الرياضه دي، لان مش كل الناس عندها علم برياضه الدارتس. زي ما كنت بقول في بدايه الحلقه، ناس بتاخدها ان هي لعبه، هوايه على المستوى اللي هو البسيط، لكن فكره ان يبقى عندي اتحاد ويبقى عندي بطولات ويبقى عندي ابطال ويبقى عندي رانكينجز كمان مصر داخلها، لا. خلينا نبدا من هنا. تمام، حلوه يعني بدايه كده موفقه ان احنا ابتدينا بالدارتس، لان يمكن ده كان يعني خلينا نبتدي اللي هو من الاخر. الحقيقه احنا كان عندنا فعاليه مهمه جدا كانت في الاقصر، والحقيقه الفعاليه دي انا هواندي يمكن عشان كنت لسه بتبتدي بتقولي برضو انه الناس كتير ما تعرفش ان الدارتس يعني مدرجه وموجوده ضمن الاتحادات اللي موجوده في مصر، ومتصوره بس انه هي لعبه كده الاولاد الصغيرين في المطاعم والحاجات اللي زي كده بتتسلى بيها. لا، الحقيقه احنا اشهرنا الاتحاد يعني في عهد سيادة الوزير أشرف صبحي، طبعا يعني بنشكره جدا، وكان في مجهود كبير الحقيقة قام بيه سيادة اللواء دكتور يحيى عبد القادر لإشهار اتحاد الدارتس. كان عندنا بقى الحقيقة البطولة بتاعت الأقصر يعني حققت نجاح كبير جدا، لأنه احنا استضفنا البطولة الدولية طبعا المصرية الدولية، استضفنا البطولة العربية والبطولة الأفريقية طبعا يعني كانت في الأقصر. ده جزء. الجزء كمان اللي مهم جدا الحقيقة أنه احنا خلال الفترة اللي فاتت دي يمكن حققنا أو مصر تقدمت جدا في البطولة دي، لأنه مصر هي مقر الاتحاد العربي والاتحاد الأفريقي أيضا. الرياضة دي الحقيقة يعني أنا نفسي أنها تنتشر على مستوى أكبر من كده لعدة أسباب. أولا الرياضة رياضة يعني تعتبر عارفة اللي هي ممكن تكون حاجه فاميلي، حاجه ممكن الاسره كلها ان هي تقدر تمارسها، مش مرتبطه بسن معين، مش مكلفه ابدا. بالظبط، هي طبعا ضمن رياضات الرمايه او ضمن العاب الرمايه، لعبه من ضمن الثلاث العاب بتاعه الرمايه، ممكن تمارس في المدارس في الجامعات، ليها علاقه كمان بالسياحه، وده يعني بيطبق في عدد كبير جدا من الدول. انت كنتي بتمارسيها هبه ولا دخلتي على طول على الاتحاد؟ لا الحقيقه قبل ما يعني قبل ما ادخل الاتحاد لا، كانت دي اول مره يعني، وكان يعني ليه الشرف والسعاده انه لعبت اول مره مع دكتور يحيى رئيس الاتحاد الحقيقه، وحبيت الرياضه جدا جدا يا نهاوند، لانه زي ما بقول لك هي بسيطه بس في نفس الوقت هي علاقه يعني ليها علاقه كمان بالتفكير وبالحسابات يعني بالظبط، مش بس مجرد زي ما هي بتبان كده ان هو يعني لوحه وبنصوب عليها السهم، لا ده هي ليها علاقه كمان بالتفكير. والجميل جدا فيها بقى كمان يعني لان انا برضو يعني انا عضو اتحاد مجلس اداره اتحاد الدارتس، وكمان جوه عندنا البارا دارتس اللي هي الخاصه بذوي الهمم، يعني انا عضو برضو في اللجنه. الحقيقه الرياضه دي الجميل جدا فيها ان هي بتجمع ما بين الاثنين، يعني ممكن انسان طبيعي يمارسها وكمان ذوي الهمم مع بعض في نفس. بس ليها سيستم او تكنيك معين تاني لذوي الهمم ولا؟ لا اطلاقا اطلاقا، وده يمكن بالظبط وده يمكن الجميل جدا فيها يعني. طيب ده شيء رائع جدا كبدايه عن الدارتس. ويمكن حاجه كمان انا يعني حابه اقول لك ان من ضمن بقى اهم اهدافنا المحوريه يعني خلال السنه دي، انه احنا الحقيقه يعني بنتطلع او مصر هتتقدم لاستضافه كاس العالم للدارتس 2027. واحنا اجتمعنا كمجلس اداره يمكن في اجتماعنا الاخير الحقيقه يعني اجتمعت الاراء على اختيار العاصمه الاداريه الجديده وتحديدا يعني المدينه الرياضيه، وبنتطلع طبعا لموافقه سياده يعني الوزير أشرف صبحي على تقديم ملف دقيق شكلا وموضوعا بقى عن العاصمة الأدارية بكل تفاصيلها. وشايفة الحقيقة أنه دي فرصة حلوة جدا جدا، لأنه هتشارك حوالي 85 دولة، ودي فرصة حلوة أن احنا نوريهم بقى يعني الجمهورية الجديدة بشكل جديد وشكل جاذب. ومن هنا كمان بدعو الحقيقة وزارة السياحة أنه هي يعني تستغل أو بلاش تستغل، السياحة تستفيد الرياضية بقى ملف السياحة الرياضية نشتغل عليه أكثر، تستفيد كمان من الفرصة دي، خاصة أن
الرياضه دي مرتبطه ارتباط وثيق جدا بالسياحه، وده بيمارس في معظم الدول تقريبا يعني. طب هي مصر لو هتكلم عالميا انا واصله لفين في الدارتس تحديدا؟ لا الحمد لله، احنا خلال الفتره اللي فاتت يعني كنت لسه بقول لك، احنا كان عندنا في مارس اللي فات البطوله المصريه والافريقيه والعربيه، الحقيقه حققنا نجاحات جميله جدا، وان احنا بدانا الحديث بالحوار عن المراه، فالمراه كانت الحقيقه معانا محققه نجاحات كويسه جدا، والمراه السعوديه بقى تحديدا يعني. لا. لان كان معانا بجد كان معانا الحقيقه لاعبه اسمها رقيه من نجاح حمادي، وهي من ذوي الهمم. رقيه الحقيقه قدرت تحقق يعني ارقام حلوه جدا فيها، و يعني وكافه المشاركين الحقيقه يعني من مصر ومن العالم العربي. كويس، وكترتيب عالمي تعرفي احنا ترتيبنا تقريبا كام؟ لا احنا لسه الحقيقه لسه لانه شوية. بالظبط، لانه احنا بدانا نهاوند الحقيقه للاسف الشديد يعني بدانا متاخر، بس ان تاتي متاخرا خيرا من ان لا تاتي، لان الرياضه بتمارس على مستوى العالم بقى لها فتره طويله جدا. يمكن عندنا الاهتمام مؤخرا او الشكل الاطار بقى اللي هو القانوني، فكره الاتحاد وغيره بالزبط. ربما كانت في مصر. طيب بصي عايزه اروح معاكي الملف اخر، وهو ملف القوى الناعمه. وفي العموم قوى الناعمه اتكلم عن الفن، اتكلم عن الرياضه، اتكلم عن المرأة، اتكلم عن ملفات عديدة يعني. لو هنجمع ده كله مثلا في فكرة الأدوار اللي انت بتقدميها برضو، هيبقى انت بتشتغلي في كذا حاجة منها، زي ما كنت بتكلم كاتبة صحفية كمان لمختلف المجالات يعني، مش مجال معين واحد هي بتكتب فيه، وده حلو، ده معناه ان انت على دراية بكل الأحداث اللي بتحصل. لو هروح معاكي لدور القوى الناعمة مؤخرا في السنوات الأخيرة في مصر، دورها ايه؟ ازاي قدرت ان هي تطور كمان الفكر؟ ازاي قدرت ان هي تطور او توضح الصورة عن مصر تحديدا؟ بتقيمي ده كمان بكم في المية تقريبا؟ والله أنا هوندا أقول لك حاجة يعني، عارفة يمكن زي ما كنت لسه بدأت كده في سؤالك ده بتقولي أنه القوة الناعمة وتأثير القوة الناعمة، يمكن أنا يعني خلينا هنتكلم على ناحيتين. أنا جربت مثلا في كتابة المقالات التحليل السياسي أو حتى المقالات الموجهة للمرأة أو الفيمينست والكلام ده، طبعا ده ليه مردود جميل جدا، الصحافة المقروءة أو حتى المرئية أو المسموعة يعني، أنا برضو صحفي تحقيقات ومذيعة راديو. لكن خليني اقول لك حاجه بقى احنا عشناها احنا الاثنين، وهي مثلا حاجه زي المشاركه في حاجه زي منتدى شباب العالم. حاجه زي كده الحقيقه يعني، شوفي احنا بنتكلم في صحافه مرئيه او مسموعه او مقروءه، ده ليه مردود جميل جدا وبيأثر في قطاع كبير جدا من الجماهير. لكن احنا مثلا في منتدى زي شباب العالم احنا شفنا انه قدرنا نقدر نحقق اهداف اكتر بكتير حتى من اللي الاعلام التقليدي بيوصلها. شفنا مسجات كتيره ورسائل وصلت عن تصحيح الصوره الذهنيه للاسف الشديد المغلوطه اللي كانت موجوده في ذهن ناس كتير من اللي كانوا موجودين، وسينا دي مكان في صحراء والمراه المصريه بتلبس اللي هو الزي الاسود وعربيات بتتفجر هنا وهناك، فما كانوش متخيلين يمكن انه في عندنا فنادق خمس نجوم، في عندنا جامعات على أعلى مستوى، في متاحف، كل الكلام ده الحقيقة شايفة أنه مؤثر جدا. ويمكن خلال الفترة اللي فاتت دي بالذات، سواء بقى بمنتدى زي حاجة زي منتدى شباب العالم، سواء بالفن، سواء بالرياضة، فاللي قصدي أقوله أنه الشكل الأكاديمي أو حتى الإعلام التقليدي الحقيقة بينقل صورة حلوة للقوى الناعمة، ولكن الأمور بقى الأخرى اللي بتكلم عليها ليها أبعاد، ليها أبعاد وليها مردود أكبر بكتير، وبيأثر في قطاع أكبر كبير جدا من الجماهير. ذكرتي مثال مهم جدا، منتدى شباب العالم، لأن عايز أقولك إحنا حضرناه الحمد لله كذا سنة يعني، يمكن كل السنين، لما كنا بنتقابل وبنتكلم مع طلاب من يعني مختلف دول العالم، بجد هم كانوا بيجوا يقولوا لنا حتى من غير ما نسال يعني، يجي يقول لك احنا ما كناش متخيلين الوضع كده، البلد عندكم حلوه قوي، الجو عندكم حلوه قوي. فمنتدى شباب العالم ليس مشروع اكاديمي فقط، ولكن هو مشروع كامل. هو نعمة يعني انت بتعملي حاجه بالظبط، بتقدمي فيها كذا مجال او بتخدمي فيها كذا مجال، منها السياحه ومنها العلم ومنها الاكاديمي ومنها يعني امور متعدده، بريدجينج ذا جاب مع الدول المختلفه. فلا يعني انت ضربتي مثال بحاجه ناجحه جدا، خصوصا ان احنا كنا لو تفتكري يعني الحقيقه ناقشنا في فكره زي رياده الاعمال، اتكلمنا فيه عن الاعلام، عن البيئه، اتكلمنا عن كل حاجه، السياحه، عن
القاعده كله. لدرجه انه فاكره ان اول يعني اول نسخه من المنتدى ده يمكن ما كناش لسه مقررين مصر ان هي هتعمله تاني ولا لا. صح. لكن باجماع كل اللي كانوا موجودين ان هم عاوزين يجوا تاني. والحلو جدا في الموضوع انه يعني كله كان زعلان وهو مسافر، وكلهم دول سفر بعد كده لما بيرجعوا لبلدهم، طب احنا عايزين نرجع تاني، طب هنيجي تاني. بين تجربته بقى كانت بالزبط. ازاي فبشوف الحقيقه انه ده يعني يمكن مثلا لو كان معانا في مره حضر 6000، ال 6000 دول انت بتتكلمي بعد كده ان هم هيروحوا ياثروا، كل واحد على الاقل هياثر في 10 او 5. وبالفعل ده حصل فعلا، وحصل رواج سياحي يمكن مش بس في منطقه سيناء ولكن لمصر طبعاً. كلها وورا العالم كمان اللي بيحصل عندنا في سواء في الجمهوريه الجديده اللي التقدم الحقيقه اللي حاصل يعني على كافه المستويات. بصي بقى انا هنتقل ما بين الملفات، يعني هنروح لملف ونرجع له تاني وكده. هروح معاكي لملف المراه، ومش مبالغه او مش كلام كليشيه لما نطلع نقول ان الفتره الاخيره فتره ذهبيه للمراه المصريه، لان انا لما اطلع بقول حاجه بتكلم عن شواهد. انا لما اجي اقول عدد يعني اعضاء البرلمان بهذا الحجم ما كانش عندنا عمرنا، يعني عدد الوزيرات في الحكومه المصريه عمرنا ما كان عندنا هذا العدد، عدد البطلات اللي هم موجودين في الرياضات المختلفه ما كانوش عندنا بهذا العدد. فانت بتتكلمي في كل تقريبا المجالات. لو هتكلم تحديدا عن مجال الرياضه والطفره الاخيره للرياضه النسائيه اللي محققينها، ومش في رياضه او اتنين، تقريبا في كل الرياضات وكمان في الاولمبياد، يعني اللي حصل اللي خلانا نحصل على الذهبيه هي فتاه مصريه بطله مصريه. فلا في اهتمام كبير، في تغيير نمطي كبير جدا. خليني اروح معاكي، بتشوفي السبب في ده ايه؟ دي العوامل اللي راجعه ليها ايه؟ هقول لك. عارفه كل ده حاصل ليه؟ حاصل لانه احنا الحقيقه مصر الدوله يعني الوحيده اللي عملت استراتيجيه 2030 لتمكين المراه، ويمكن كنا قبل كده بنحقق يعني نجاحات سواء على المستوى السياسي او الاقتصادي او الرياضي حتى زي ما كنت بتقولي او الاجتماعي او الثقافي، ولكن النجاحات اللي كنا بنحققها دي كانت مرهونه بتولي فرد لوزاره معينه او لمؤسسه معينه. لكن الحقيقه احنا دلوقتي ماشيين ضمن عمل مؤسسي، ضمن استراتيجيه بتخضع للتقييم كل فتره فيها نسبه من المرونه. وعشان كده انا هوند يمكن يعني انت دلوقتي بتقولي انه حققنا نجاح على المستوى السياسي، يعني احنا يعني خليني اقول برضو عشان لغه الارقام يمكن لغه يعني تقيله شويه لكن هي لغه صادقه جدا. بالزبط. احنا في البرلمان ده اعتقد يعني الدوره دي اعتقد وصلنا لحوالي ما يقرب من 27% تقريبا تمثيل لنسبه النساء. البرلمان اللي قبله كنا 25%، اللي قبله بقى كنا 2%. اللي قبله كنا بالكوتا يعني. كنا بالظبط. فلك ان تتخيلي ايضا في المجال الاقتصادي، في المجال الرياضي بقى يعني حدث ولا حرج الحقيقه. يمكن لما اتفتح المجال كمان وبفضل تشجيع الحقيقه يعني ودعم سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل شخصي كمان للرياضه وللمرأة كمان يعني في المجال الرياضي ولذوي الاحتياجات الخاصة كمان في المجال الرياضي كمان تحديدا، فشفنا حصول يعني عدد كبير من اللاعبات على ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية، وتمثيل مصر تمثيل مشرف جدا جدا. واحنا عدينا كمان مرحلة التمثيل المشرف لو عايزين يكون صادقة، لان احنا كنا من 15 سنة كده بنروح نمثل تمثيل مشرف، بس دلوقتي بنمثل تمثيل مشرف وبنعود بميداليات مختلفة. فيعني اتطورنا في او تطور كبير جدا كان على الأرض يعني. ودي قوه ناعمه كمان يعني طبعاً. عارفه قوه ناعمه يعني كل الاشكال بالظبط. يعني الرياضه والفن بشوف ان الحقيقه ان هم يعني بيأثروا في قطاع كبير جدا وبشكل سريع قوي وبشكل حلو كمان، يعني بيدي بجد صوره حلوه عن انا بتفق معاكي. بصي الحلو كمان في الموضوع ان مع كل الاهتمام ده من هنقول قياده سياسيه من الهيئات المختلفه مجتمع مدني في كمان تغيير حصل، ده كان ليه نتاج تغيير حصل على ثقافة المجتمع. ما هو المجتمع ممكن يتفرض عليه حاجات ويبقى رافضها، لكن المجتمع دلوقتي بدأ يتقبل. لما نجي قارن دلوقتي البرلمان بعدد النائبات بزمان لما كنا بنعمل الكوتا عشان نفرض على المجتمع أن المرأة الشق أو جزء أساسي لا يتجزأ من هذا المجتمع وبالتالي تواجدها أمر لابد منه. الناس الأول كانت تقول لك ما ترحمونا من الكوتا مش عارف، دلوقتي بقى في رجال بيروحوا يصوتوا لنائبات ويختاروهم بنفسهم لأنهم شافوا على الأرض النائبات والسيدة لما بتعمل إزاي. فالموضوع ما بقاش ليه علاقة بالجندر راجل أو ست، بقى ليه علاقة بما يقدم بالمنتج اللي أنت بتقدمه، اللي هو بالمناسبة مش الفرق في الجنس أو في النوع هو اللي هيحدده، الشخص نفسه هو اللي هيحدده. فده كلام لازم نقوله، وده برضو ليه انعكاس أكتر مجتمعين الرياضة، لأن زمان كنا بنشوف الأهالي ما بيحبوش بناتهم يروحوا قوي لألعاب القوة وغيره، لكن اللي جاب لك الذهبية في الأولمبياد اللي فاتت كانت ألعاب قوة طبعا في ريال أشرف
فيعني بصي المجتمع بيتطور، طالما انت مش واقف محلك سر فده اكبر دليل على في شغل على الارض فعلا بيتم، فاكيد احنا سعداء بالنتائج دي ونتمنى كمان المزيد. بصي انا عشان الوقت عايزه اروح لكل الملفات معاكي، اتكلمنا في الدارت، اتكلمنا في قول نعم، اتكلمنا عن المراه، خليني اتكلم بقى عن الاهلي شويه. طبعا يعني ما ينفعش ندينا الوطن على الاهلي. طبعا بالظبط، طفره كبيره في كل الالعاب مش بس في الفريق الاول طبعا لكره القدم، شفنا ده في الرياضات المختلفه، العاب الصالات رجال وسيدات او فتيات ورجال يعني، فبرضه ده من خلال تحليلك وقراءتك وكتاباتك ايضا يا هبه بتقولي عنه ايه؟ طيب بصي انا لسه مجهزه مقال كده ان شاء الله يعني هينزل قريب، بتكلم فيه عن علاقه النادي الاهلي بالقوه الناعمه، ومسميه كده تحديدا هو زعيم القوه الناعمه، وبحكي فيه قصه يعني واقعيه فعلا حصلت لي في فرنسا. فالحقيقه يعني عشان نربط كل الكلام بقى ببعض، والرياضه بالقوه الناعمه بكل الكلام الجميل ده، طبعا بمناسبه كمان فوز نادينا يعني بحصوله على البطوله الافريقيه دوري ابطال افريقيا طبعا بالظبط ال 11، وعقبال يا رب ان شاء الله ال 111 وال 1011 والمليون 11 كمان. فالنادي الاهلي بجد عامل يعني هوند حاله جميله جدا في مصر، يمكن الناس عارفه عادة بتختلف في السياسة، بتختلف لما بتيجي تتكلم في الاقتصاد، لكن هتلاقيها دايما بتجتمع في الرياضة. والنادي الأهلي بجد، وعشان عدد كبير جدا كمان من الشعب المصري الحقيقة بينتمي للنادي الأهلي، فهتلاقي إنه بجد بيجمعنا وبيفرحنا، وحتى في عز الأزمات والحاجات اللي هي ممكن تكون بعيدة عن الحياة الشخصية بتلاقي إنه الأهلي كده بياخدنا عارفة في حتة تانية. ده يمكن على المستوى الداخلي. على المستوى العام أو بره، بحس إنه بجد يعني كلمة ان هو زعيم القوى الناعمة، لا دي مش جاية من فراغ يعني، الناس بره يعني كتير عارفين اسامي هو اللي عايبة. بيمثلك دوليا في كل المحافل تقريبا يعني النادي الاهلي، فلما بتروحي اي دوله والله بجد دوله عربيه، انا اخرها كنت في العيد اللي فات في دبي في المطار، فبتكلم مع البنت اللي هي قاعده يعني على الكاونتر، فبتقول لي انت من مصر اهلاويه ولا زملكاويه؟ يعني انت متخيله اسماء الانديه الكبرى عندك كل الناس عارفاها، وما بالك انت كمان بقى كنادي اهلي بتمثلي مصر في كل المحافل الدوليه وتحصلي على بطولات مقارنه باقل منافس ليكي يعني اللي هو المعروف زيك يعني سنوات، فيعني لا طبعا وبطولات، فيعني حاجه اكيد مشرفه طبعا. بصي انا كنت عايزه اقول يعني عمرك اطول من عمري الحقيقه، لان انا نفس الموقف ده اتحطيت فيه كتير وانا مسافره، انه بجد بتتسالي مصريه اهلاويه ولا زملكاويه بالزبط. على فكره ومش يعني قلت بس عشان الناس ما تقولش ان ده نوع من انواع المبالغه او حاجه او التحيز للنادي، ولكن فعلا بجد يعني بعد انت مصري انت اهلاوي، فالموضوع بجد الحقيقه يعني مشرف جدا ومصدر فخر، وشايفه ان هي قوه ناعمه حلوه، وعارفه كل ما يعني دايما كده في مقاييس يعني عارفه لقياس الدول المتقدمه، منها الاهتمام بالرياضه، الاهتمام بالمراه، فالحقيقه بشوف انه الموضوع ده بجد عامل لنا صوره حلوه جدا بره، تحقيق كل البطولات والنجاحات وباستمرار يعني بجد ما شاء الله. فالقصه دي يعني عارفه قصه سعيده جدا يعني بالنسبه لنا. معاكي مليون في الميه، كنا لسه حتى بنتكلم في الانترو عن قطاع الناشئين عندنا وازاي بتكون الايام اللي هي خاصه بالتقديم للاطفال وغيره يعني للبراعم وللاطفال اللي هم حابين يشتركوا يعني في المدرسه عندنا او الاكاديميه عندنا او قاعده الناشئين عندنا، فبتلاقيهم حتى بينتموا لمحافظات مختلفه جايين من الفجر عشان اولادهم يكونوا متواجدين في الزحمه وفي الحر، كله وحتى ممكن يكونوا بينتموا لانديه مختلفه يا هبه، بس هم حابين اولادهم يكونوا مع يعني النادي الاهلي، فده اكيد معيار ان دل على شيء يدل على نجاح هذه المنظومه بشكل عام يعني. وحابه بقى ان انا ما فوتش ده يعني هوند الحقيقه من غير ما اقول حاجه، انه الحقيقه يعني النادي الاهلي هو مؤسسه، ومؤسسه دي ليها قيم ومبادئ يعني من احنا 1907 تقريبا يعني بقى لنا اكتر من 100 سنه. لولا المبادئ والاسس اللي قايم عليها النادي ما كانش هيقدر الحقيقه ان هو يحقق كل البطولات والانجازات يعني، فقصدي اقول انه ده مش جاي من فراغ ابدا طبعا. زي ما كنت لسه بتحكي عن قصه انه الناشئين حتى لو هم ما بينتموش للنادي الاهلي لكن هم عاوزين ان هم يكونوا اولادهم بالظبط، والنادي بيطور نفسه باستمرار يعني مش بس فكره كره القدم وهي طبعا الاكثر شعبيه، ولكن في مختلف الرياضات يعني ايضا. يعني انا بشكرك يا هبه، للاسف الوقت الحلو بيخلص بسرعه، بس بشكرك جدا، كانت قراءه جميله، وتنورينا ان شاء الله مره ثانيه ان شاء الله. انا كنت مبسوطه جدا ان انا معاكي ومع جمهور الاهلي وعلى قناه الاهلي. يا هبه نروح فاصل سريع مع حضراتكم ونرجع بعد الفاصل عشان نروح لفقرتنا الثانيه، خليكم معانا.